أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية من أمسيات أيام الجزائر، ونحن على مشارف الاحتفال بذكرى عزيزة علينا جميعا، ألا وهي ذكرى اندلاع ثورة التحرير. لا يخفى عليكم السادة الحضور أن المهمة الرئيسية للديوان هي الترويج للسياح، وهذا من خلال إعداء برامج الترقية السياحية والسهر على تنفيذها. كما أجدد ترحيبي بالضيوف المشاركين في هذه المسابقة، والتي نعتبر من خلالها أن كل من شارك فائز. دمتم أوفياء لهذا الوطن، دمتم أوفياء للسياحة، دمتم أوفياء للديوان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إدارة الديوان الوطني للسياحة وعلى رأسه السيدة المديرة على هذا المولود الجديد المتمثل في تنظيم الطلعة الأولى للمسابقة الوطنية لتشجيع الابتكار وروح المبادرة والإبداع لدى الشباب. تمكنت المجموعة المشاركة بالقوة وبكثرة لافتة، والتي عبرت من خلال الصورة والقصة والمقال الصحفي والفيديو وبأشكال فنية ومحتويات راقية ومبدعة، استطاعت أن تقدم جمال الجزائر في أحسن وأجمل صورة، فكان بحق جمال إبداع ابتكار مميز. بالنسبة لفئة أحسن مقال صحفي عن السياحة، السيد رابح شيحة. الفائز بجائزة أحسن قصة قصيرة عن السياحة في الجزائر هو السيد محمد عبداوي. الفائز بفئة جائزة أحسن صورة سياحية السيد زكريا حداد. التي هي عبارة عن رحلة لشخصين. مؤسسة دروة بخوت بن سيقاق كرامي بن عثمان. المترشحين الذين اختيروا من أكثر من 600 عمل مشارك، وقد نلت هذه الجائزة التشجيعية نظير مشاركتي في هذه المسابقة التي أتاحها لنا الديوان الوطني كشباب مبدع يسعى لإظهار ما في جعبته من إبداعات. عن طريق الفيديو قدرنا نور الآثار والوجهات السياحية المتوفرة في ولاية ورقلة، ويعني هذه أول مشاركة لنا كشركة، ونشكر ديوان الوطني للسياحة لهذه المبادرة. المعايير التي اعتمدناها هي أعطينا لكل عضو في هذه اللجنة أن يعطي يعني مدى معرفته باختصاص العمل الذي توجه إلينا. هذه المسابقة لاحظنا أنه شارك فيها ما يقارب أو ما يتجاوز 600 مشارك، وبعد يعني طبعا يعني بعد الدراسة من طرف لجنة التحكيم قامت بدراسة فعلية ل 200 عمل تقدم به شبابنا، والآن يعني لاحظنا هذا الاهتمام من طرف الشباب، هذا يعني المشاركة، هذه الدور الفعال الذي يقوم به الشباب في مجال الترويج السياحي، في مجال حث الجزائريين على استكشاف بلدهم، وفي مجال الكل يعني يرجع إلى تشجيع السياحة الداخلية، وهي أحد برامج أو أحد أهداف المسطرة من طرف الديوان الوطني للسياحة.